السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شلونك يا سليم؟ الحمد لله. شلونك يا سعيد؟ الحمد لله. شلونك يا أسامة؟ الحمد لله. مستعدين؟ مستعدين. أي سؤال؟ أي سؤال. يا الله، بسم الله، نبدأ من عند أسامة. يلا يا أسامة. أطول سورة في القرآن الكريم؟ البقرة. أحسنت يا بطل، ما تقولوا ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنت. طيب سليم. شلونك يا سليم؟ الحمد لله. ترى أي غلطة هون ماسكك. ماشي. طيب يا سليم، كم يوم صوم رمضان؟ 14 يوم. زودن شوي. مين بي أنجدو؟ أنا. سعيد؟ 30 يوم. واحتمال؟ 29. أحسنت يا بطل. يا أسامة كم يوم يا سليم؟ 29 يوم أو 30. احتمال 30 واحتمال 29. تمام؟ تمام. طيب هلا سؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده لمين؟ سعيد. مستعد يا سعيد؟ مستعد. سعيد؟ لا، خلينا نقول لسليم، لأنه ما حفظ، ما قال الجواب صح توان. شو رأيها؟ ماشي. يلا يا سليم. نعم. يا قارئ يا فهيم، أين سورة بالقرآن ما فيها حرف الميم؟ الكوثر. بطل بطل. يلا رالي الكوثر نشوف. انتبه، في سورة حرف الميم. يلا اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم. في حرف الميم؟ لا ابدا ابدا. بطل. فاز ولا ما فاز؟ فاز. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. طيب هلا سعيد جاهز لسؤال صعب؟ جاهز. طيب يا قارئ يا محب، اين سوره بالقران فيها كلمه جب؟ سورة سيدنا يوسف. احسنت يا بطل، والله بطل ما شاء الله. انا معلمك اياها، منقلك اياها شيء؟ أحسنت يا بطل ما شاء الله عنك. يلا طيب بدنا شو كمان؟ شو بدنا كمان؟ أسامة، ربنا سبحانه وتعالى كم سماء خلق؟ سبع سماوات طباقا. أحسنت ما شاء الله، جواب جدا ممتاز. سبع سماوات طباقا. ما ترى؟ في خلق الرحمن من تفاوت. هاي من أين سورة؟ سورة الملك. بطل. شايف اللي بيحفظ بالقرآن بيجاوب ولا ما بيجاوب؟ بيجاوب. ما شاء الله عنك. أنا قلت لك الجواب شيء؟ لا. صدقا ما قلت لك يا صح؟ صح. ما شاء الله عنك، الله يرضى عليك. طيب 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 سعيد البطل، السماء فيها فطور؟ فيها عيوب؟ لا. طيب شو في آية بالقرآن الكريم بتدلنا أنه السماء مهما اطلعنا فيها ما فيها لا فطور ولا عيوب؟ حافظة، تذكر. سورة عما؟ لا، سورة الملك. هل ترى من فطور؟ صح. فارجع البصرة. هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصرة. كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهو حسير. أحسنت يا بطل. يا سليم. نعم. بدي سورة بالقرآن الكريم أو آية بالقرآن الكريم إنه الله زين السماء بالنجوم. سورة الملك. بطل. شو هي؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. صدق الله العظيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. شو هي المصابيح؟ النجوم. بطل. أحسن. يلا حاجة ولا نكمل؟ كمل. طيب سؤال 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 سعيد. نعم. بتحب أمك أكثر ولا أبوك؟ بدأ لأنه قال سيدنا محمد. مين أكثر بتحب أول؟ أمي. لك 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 كل هالتعب على الفاضي؟ طيب يلا هات لشوف صح كلامك. ليش؟ لأنه سيدنا محمد قال أمك ثم أمك ثم أمك.
بعدين أباك ثم أبوك. تمام أحسنت يا بطل. بطل هذا تدير بالك على أمك زيادة شوي صح؟ صح. بس ما بتنسى أبوك أكيد. أيوة. طيب أسامة. نعم أسامة 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 أحلى أمنية بتتمناها بحياتك؟ أحلى أمنية إنه يكون مع سيدنا محمد معاه كل يوم بالجنة. يا رب اللهم آمين. والله أحلى أمنية. هات بوسي. الله يرضى عليك. سعيد ماذا تتمنى؟ نفوت على الجنة. ماذا تتمنى في الدنيا؟ بالدنيا هيك أمنيتك بالدنيا شو تصير؟ أحفظ القرآن إن شاء الله. يا رب الله يرضى عليك. هذا أمنية جميلة. الله يرضى عليك. مين بقى؟ باقي سليم. شو بتتمنى يا سليم بالدنيا؟ شو بتتمنى؟ أي شيء احكي. ما بصير تنقل يا أسامة أبدا ما بصير. هو لوحده بده يفكر. هات لنشوف. يلا ماذا تتمنى يا سليم؟ يعد للثلاثة. هذا الشيء استنى. يلا إنه يصير عنا بيت حلو هيك كتير حلو لكلنا. يا سلام. تمام أمنية جميلة صح يا سعيد؟ صح بس هذا يعني كمان بيتنا. الحمد لله رب العالمين. بس هو متمنى هيك نقول له لا؟ لا بيتمنى عادي. الواحد كل واحد له حق يتمنى صح؟ صح. ايه مظبوط. وأمنيتك جميلة يا سليم. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوسع علينا دنيا وأخرى. قولوا آمين. آمين. طيب أسامة. نعم. ما سمعت أمنيتك الدنيوية؟ الدنيوية؟ ايه إن شاء الله أحفظ القرآن وأحفظ كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتعرف شو أمنيتي؟ شو؟ إنك تترك كنزتك خلينا نشوفها هيك منيحة حاجة تشدها. طيب إنه تحفظ القرآن أمنيتك؟ أحفظ القرآن وأحفظ أحاديث النبي كلياتها. وتترك كنزتك؟ ساكا. طيب ماشي أنا شايفك. ها يلا حطلنا أسئلة صعبي صعبي صعبي. يلا حاضر. كم يوم؟ طيب سليم. نعم. عدد أيام السنة؟ سعيد عدد 10. خطأ. 363. قربت. 36. لا 64. قربت. 65. أيوة كمان 66. صح 66. أحسنت يا بطل. طيب 12 شهر. 12 شهر. طيب كم أسبوع السنة يا أسامة؟ السنة كاملة. ايه ثلاثة. لا كم اسبوع يا سعيد؟ السنة كم اسبوع؟ السنة كم اسبوع يا سليم؟ طيب انتو السنة كم اسبوع؟ 24. لا 2. 20. 2. 30. 2. 40. 2. 50. صح. كشاب 50 سنة. 2 52 أسبوع. طيب أكثر يومين كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصومون؟ أسامة. رمضان. لا هذا الاثنين والخميس. أحسنت يا سعيد. الاثنين والخميس. أحسنت. طيب بدي كل واحد يعدد لي زوجي من زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يلا فاطمة. لا خطأ هاي بنت. حفصة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة. حفصة. صح يا سعيد أحسنت. طيب حفصة بنت سيدنا إبراهيم. لا بنت سيدنا عمر. عمر بطل. حفصة ابنة عمر. أحسنت. يلا أسامة. سليم. زوجي من زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا بنت النبي. أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنته. أيوة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. أما لا
زوجته تذكر أمه آمنة، زوجته عبد الله آمنة أمه آمنة زوج أبوه عبد الله زوجته خديجة خديجة بنت خويلد خديجة بنت خويلد بنت طيب إبراهيم خديجة لا بنت خويلد خديجة بنت خويلد طيب أسامة كمان زوجي من زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا بنت... أنا بتذكر بصة أنت حكيت لنا إياها تبعت برافو. العسل تبعت العسل شو اسمها السيدة؟ عائشة 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 بنت عائشة بنت بنته خطاب بنت سيدنا أبو بكر عائشة ابنة سيدنا أبو بكر طيب السليم مرضعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا سليم مرضعته حليمة بطل أحسنت 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 يلا نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله يلا شو عيد عيد قول لايك وشير وسبسكرايب لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على زر الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد ومع السلامه